طبعا بيسعدنا ان احنا نلتقي بالمستثمرين العرب والاجانب في مال واعمال، لكن خليني اسال حضرتك في البدايه، ايه اللي دفعك للاستثمار في مصر؟ اول حاجه شرف لي اكون مع حضرتك. شرف لينا. بالنسبه للحافز الاساسي اللي خلاني اجي مصر، اولا عاوز ابدا من حاجه شخصيه، انه اي لبناني واي عربي عنده قبله هي مصر. مصر ام الدنيا، مصر اكبر بلد عربي، أكبر سوق لو هنتكلم تجارة وأعمال، أكبر شعب، أكبر عدد مواطنين، صحيح، سوق بينمو بشكل مستمر، في فرص كتيرة، في شعب خلاق، في حضارة، في ثقافة. فالمستثمر لما بيدرس استثماره بيدرس السوق اللي هيشتغل فيه، فمن كل النواحي مصر هي رقم واحد، وبالتالي ما هيش شطارة أبدا إنه حد يجي يستثمر في مصر، هي حاجة طبيعية جدا، وأي حد بشكل طبيعي لازم يجي يستثمر في مصر. لكن احنا دايما بنعرف وبنقول انه اللبنانيين يعني أذكياء جدا في التجارة والتسويق، وأكيد عندما تختارون فرصة تختارونها بعناية، يعني ده انطباعنا دائما عن الشعب اللبناني. يعني يمكن اللبنانيين ربنا يعني خلقهم في بلد صغيرة، فهي أصغر من طموحاتهم، وعشان كده هم بيطلعوا بره هذه البلد. ولكن اللبنانيين عندهم يمكن صفة معينة، وأنا مش عاوز أتكلم عن اللبنانيين أو عن نفسي بشكل كبير، ولكن إحنا بنحب البلد اللي بنشتغل فيها. ده صحيح. وبنعتبرها بلدنا. ودائما بصماتكم واضحة في كل بلد بتزوروها أو بتتواجدوا فيها في كل العالم. فلازم يعني الإنسان عشان ينجح لازم يحس نفسه مواطن في البلد اللي بيشتغل فيها. ولو ما حسش نفسه كده مش هينجح. صحيح. فيمكن سر نجاح اللبنانيين ان هم فعلا بيتوطنوا في البلاد اللي بيشتغلوا فيها. ممتاز. عرفت من حضرتك انه المره الاولى التي زرت فيها مصر كانت في التسعينات، 1996. لكن النشاط الاستثماري بدا مباشره بعد هذا التاريخ ولا خدت وقت تدرس السوق؟ انا بدايه عملي في مصر كانت من خلال تجاره الحديد، تجاره منتجات الصلب. بدات فيها فعلا أول مركب اتشحنت لمصر كان 96، وبعديها جيت مصر وتعرفت عليها، وكان على طول عندي طموح أو عندي حلم إن أنا أبني مصنع في مصر وأستغني عن التجارة وأستبدلها بالصناعة نفسها. وده اللي اتحقق بعد فترة من الزمن، بداية من 2006، ولكن كانت البداية في مصر هي بداية تجارة في صناعة في منتجات الحديد والصلب.